أسرع 8 جوازات في الوسط الفني ومنهم جوازة ما استمرتش أكتر من 8 ساعات بس صباح ورشد أباظة وهي أسرع وأغرب جوازة في الوسط الفني وفي نفس الوقت اللي رشد أباظة اتجوز في صباح كان متجوز من سامية جمال وكان بينهم قصة حب كبيرة وأثناء ما كان رشد أباظة بيصور فيلم مع صباح في بيروت اتجوزوا لمدة 15 ساعة وبتحكي اسمك بنت رشد اباظه عن الجوازه دي وبتقول انهم اتجوزوا سنه 1967 وموضوع الجواز ده بدأ بهزار لما صباح اتحدت رشد اباظه انه بيخاف من سامي جمال ومش هيقدر يتجوزها، لكن رشد اباظه اخدها عند المأزون واتجوزها، ولما سامي جمال عرفت بجواز رشد اباظه من صباح سافرت فورا على بيروت، ولما واجهت رشد اباظه ما انكرش جوازه من صباح، وبعدها طلق رشد اباظه صباح بعد 15 ساعه جواز بس. اما عن حلم بكر وسهير رمزي فما ما مرتش جوازتهم اكتر من اربع شهور بس وبعدها انفصلوا، ووصف حلم بكر شهور رمزي وقال انها اكثر زوجاته جمالا، وقال انه كان بيتمنى انها تكون زوجته الاولى والاخيره، اما عن محمد منير وداليا يوسف فاتفاجئ الوسط الفني باعلان محمد منير بجوازه من داليا يوسف، وكانت المفاجاه الاكبر لما تم الانفصال بعد 50 يوم بس من جوازهم، وبرر منير الانفصال المفاجئ ده وقال انه بيرفض القيود اللي الزوجه الشرقيه بتفرضها على جوزها، خصوصا ان منير فنان رقيق وحساس وحياه حياته مليانه بالمعجبات في كل مكان اما عن مدحت صالح وشيرين سيف النصر ففي سنه 2002 اعلن مدحت صالح جوازه من شيرين سيف النصر لكن الجوازه دي ما استمرتش اكتر من اربع شهور بس بسبب خلاف حصل بين مدحت صالح والراقصه فيفا عبده وقتها رفعت فيفا عبده دعوه قضائيه ضد مدحت صالح قضية شيك بدون رصيد وده اللي دفع شيرين سيف النصر انها تطلب الطلاق من مدحت صالح اما عن نهله سلامه ومصطفى النجار فاتجوزت نهله سلامه من رجل الاعمال المصري مصطفى النجار لمده 3 ساعات بس. ودي تعتبر اقصر جوازه في الوسط الفني وتم الانفصال من غير ما اي حد فيهم اعلن عن اي اسباب اما عن حاتم وفكر ونورا فزي اغلب جوازات الوسط الفني بدا الاعجاب المتبادل بينهم اثناء تصوير فيلم عنتر شال سيفه وبعد تصوير الفيلم تم الزواج بينهم لكن بعد كام يوم تم الانفصال بعد ما اكتشفت نورا ان حاتم زوفكر مدمن مخدرات اما عن عمر خرشد وميرفت امين ففي سنه 1972 انفصل عازف الجيتار عمر خورش عن زوجته امين السبكي وبعد الطلاق بكم شهر اعلن جوازه من ميرفت امين لكن جوازهم ما استمرش كتير وبعدها انفصلوا وبرر خورشيد اسباب الانفصال وقال الحياه الزوجيه لها اركان نجاح وعدم وجود الارقام دي بتتسبب في فشل الحياه الزوجيه. اما عن عبله كامل ومحمود الجندي ففي هدوء وبدون اي ضجه تم الاعلان عن زواج محمود الجندي وعبله كامل في فرح بسيط وبحضور افراد الاسره، واشاعات ارتباطهم نفوها في البدايه لحد ما اعترف محمود الجندي في احد البرامج بجوازه من عبله كامل، وما استمرش جوازهم غير كام شهر ورفض محمود الجندي يعلن عن اسباب انفصالهم.